المجالس ونقول بالصلاة العالية ذكر الرسول. احنا غير حسين ما عندنا وسيلة، كلنا نرفعها ونظل نحجيها، العدة دمعة ورايد يحصل ثواب بمجلس السيد يجي ويجريها، العدة دمعة ورايد يحصل ثواب بمجلس السيد يجي ويجريها، الدمعة عد حسين بيها من الثواب نار جهنم تجي تطفيها، صلاتك على النبي كفارة ذنوب وبصوتك الغالي اللي يعليها. يمتلن دجل وفرات، من تريد تفوز كثر بالصلاة. والله لو عباس حاضر ما مشت، والله لو عباس حاضر ما مشت، زينب ولا نوكلزا نوخت، لا سباها ولا ويا الغربة حشت، هالكفر راح الكافر حقها تنوح عليه الكافر، راح الكافر حقها تنوح عليه، والله لو عباس حاضر بالسبي، والله لو عباس حاضر بالسبي، جاي لم سيوف جاي لم سيوف فصلهن عبي، ما يصد لعياله واحد اجنبي، ما يصد لعياله واحد اجنبي، سيوف يسوع بيهن، السيوف سيوف يسوع بيهن، او خاف يصدهن غير سيوف يسوع بيهن، والله لو عباس حاضر ما تروح، والله لو عباس حاضر ما تروح، زينب لا يرضى يسمع حتى نور، اذا يزعل اذا يزعل وبظهر غاجه ينوح، اذا يزعل وبظهر غاجه ينوح، هاي سوي هاي سوي الزينب بنت الخال، سوي هاي سوي جاو، والله لو عباس حاضر يم يزيد كلهم الزينب يسويهم عبيد، والله لو عباس حاضر يم يزيد كلهم الزينب يسويهم عبيد، لو زعل سيفي تجادح من بعيد، لو زعل سيفي تجادح من بعيد، اللي يوصل خيمة زينب والله يقص راسه، يوصل والله يقص راسه، والله لو عباس حاضر ما يعين، والله لو عباس حاضر ما يعين، واحد مشينا مو دمعه تفسين، ولا بقت محتاره بيتام وعليم، هاب يوم صاحت حيهم، هاب يوم صاحت حيهم، ريتك ويا هاب يوم صاحت حيهم، والله لو عباس حاضر ما تهم، كان يرفع راسها بعلو النجم، راح ابو فاضل المخوف الزلم، لو وياها وكون الكاف البيت، وكون الكاف بين ملعب قام يسولف، بين ملعب قام يسولف، صلي على محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي يا ابن رسول الله، يا عبرة المؤمنين يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، ما خاب سيدي من تمسك بكم، وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما.
عبست وجوه القوم خوف الموت، والعباس فيهم ضاحك متبسم، قلب اليمين على الشمال وغاص في الأوساط يحسد للرؤوس ويحطم، وثناءه الفضل الفوارس انكسر، فرأوا أشد ثباتهم من يهزموا، ما كرروا باسل له متقدما إلا وفر ورأسه المتقدم، صبغ الخيول برمحه حتى غدا سيان أشقر لونها والأدم، بطل تعرث من أبيه شجاعة فيها أنوف من الضلالة ترغم، اجت زينب تصيح هنا يا راب فدي المروه، موقف بين زينب والعباس يوم عاشوراء، وجت زينب الصيح وين الراب فدي المروه، اجت زينب تصيح هنا يا رامم ثني المروة، هاي اطفال عطشانة وراي تلوع تتلوى، تتلوى وراي تلوع يا عباس شرصيه، مشكينا لقد عشيان ترتيها، هاي المشرع من القوم كل وقفة وقف بيها، دون الماي وقفة حد من شلاعة الثوار، من شلاعة الثوار وين الملحرم دارس، ثمن مشرات كل فارس يلعد بالفارس، والداهي عليهم كل قايد بطل حارس، بصت مات المشود ربح بالدم مروى، ربح بالدم مروى رجل براسه عند ابطال فراسه، ام تعهد بالحراسه اشرف مبسم العباس، حشيه حرك وجاسه حدوت معلق الحومه، وهز السيف وتلوى تلوى السيف من هزه، وراسه صار بالجلاج يقلها اليوم عيد الحس بالميدان لبس التاج، ضرب السيف في الشر وهاي تريد لو يحجاج، انا حناش ازرق حد وخلى العود يتطور، طور روح وتكسر وحارب حد وجه الحرة، اخوك المات ورح المات بيد جولها وفرة، رد فرهم ثمن فرات عشرة يذبك الفرة، هذا جفوفه وراسه وهذا بالنص مسوى، سوى للمراجل حد من غبر وجوه القوم، صاح وجاكم العباس لكن جيهم من الزيار، قال اليوم ما
الشارع تذهب بايع الفارس وطمن المشرع اقول بابا وغرف بيد الماي هم يشربوا ذنب الماي يا نفس شلون تتروين وانا ينقض ويروان يا بس كيف اخوي حشام وانا شلون اروح شاي روى الراوية وسمسة وعي حشام يتروى عي حشام يتروى العب كل السلف كفن ومن مثل يشيل الماء ويرمي الماي من شفن خوة علو المختار وابن الخوة توفن هذا الوفا وسيف حسين هذا الخوت اخوه اجا وزينب تحيبي علي المشرج بابي او سكنه تقول وين الماء يا عباس يا عمي نقل ابدلش على الماء يجيب يعوض دمي عمش وخوزي انا مو جبت الماي بالقوة اجت اطفال والنسوان اخذ بيد يدين الماي وزينب تاخذ بنيدة اخوي يقول واف اخواي من مثل يشيل الماي وهذا ناشف عناي قلبه من العطش حامي وجمله من امه مجوه تقله وجودك وجودك مبارك من سلم عمرك والله مبارك من سلم عمرك وجودك قلبه يا مفاضل شمر فخرك وجودك يا مفاضل شمر فخرك وجودك ولا مثلك خوة واسع خوية يقلع الماي على الماي يا نشايع بين الخلق على الماي ولا ركز فوق شاف النهار الماي جزينب شفت تلوت والله جزينب شفت تلوت عالماي لجيب لجيب النهر وسجيها بداية اجد زينب الحر المنصب بيدي تهليل والهلا الا بالوالدة تهليل والمدامع شبكة السير تقل والكلايب غير الاشيش هاي الخيل قوم العرض تلقى الخيل سبع الخيل يا قعور الندم والله اجت 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 زينب ودولت المعصر والله اجت زينب ودولت المعصر جدام اخوها والدمع صاب تقل يا ابن والد جيتك ام مظلام عطاش
شارب رجب شارب المايوب والغضب رقب ظهر المنتقم وحورب واللوط والخيل في السجين الواضرة تجنى ولا عند الماي منطب والله حرم عليه الماي يشرب شلون اشرب واخويا حسين عطشان عطشان زينب والحرم واطفال ربعان وضن قلبي العنين التهب نيران يا ريت المال ما يعيب ولا احيلا ولما حمل ابو الفضل العباس ارتجز قائلا انا الذي اعرف عند الزمجره بابن علي المسمى حيدرا اين تفرون اليوم يا كفره فقاتل قتال الأبطال وملك الميدان وانهزم الشجعان ولما خلى إلى الميدان وقف على ربوة وتوجه نحو النجف وقال السلام عليك يا علي هل أديت إلى السيف حقه فبينما هو كذلك إذ أتاه الحسين قال نور عيني أبا الفضل إن زينب تنتظرنا وهي وجنة علينا عند ذلك رجع إلى المخيم ولما رأتهما أقبلا سالمين من الحرب يقول استقبلتهما وهي تقوم ألف مرحبا ألف مرحبا بذول المجبلين والله عباس هذا وذاك العسين ويحامون عن خدر النساوي أنا ابنين أجيب المرتضى ابنين وعن كربل أبويا غبت وين هنا أقبل السكينة إلى عمها جسكنا العمى وطلبت الماء يا عم يا بخر من حيدر أنا عطشان أنا عطشان أنا عطشان وريد الماي منك يا عم عطشان وريد الماي منك يا ساج الله يا المذكور عنا يا عم من الردى سالم عسلك يا عم يا شعير العطش بحشا يقلب يا عم يا عباس عمك اشلان يصير وانا عدل يمك يا عم الما يا يلا يمج اشلون تمو سيف طوح يا ابنا العباس عليه السلام يوم كربلا وازن ودائما الانسان اذا فكر ووازن الله يهدي صوب الخير لأن الله يقول ومن جاهد فينا لنهدينه سبلنا
سنة. أكو حديث يقول تفكير ساعة للموازنة. هاي إيه هاي لا، هاي حق هاي باطل، هاي صحيح هاي قبيح. مثلا ملتفت، لأن احنا عندنا خير من الخير. شنو أيها المؤمنون، أنا في الحقيقة على المنبر أتنوح بالمجلس، أشوف وجوه كريمة وناس جاوين وشباب طيبين، وأسأل الله أن يجعلكم حصة الحسين وأن تكونوا بجانب الحسين. وأود أن أذكر مثل هاي الكلمات، أكو شيء أحسن من الخير؟ سؤال أنا سنجاوبوني، أكو شيء أحسن من الخير أفضل؟ نعم أكو. منه فاعله. قال الإمام علي بن محمد الهادي عليه السلام: خير من الخير فاعله، وشر من الشر حامله، وأهول من الهول راكبه، وأجمل من الجميل قائله. هذا الكلام. فالإنسان إذا وازن بين الجميل والقبيح ورفض القبيح، لأنهما ميزان. أنت شوف كثير من الأمور، مثلا أكو أمراض أعاذكم الله روحية إلى جنب الأمراض الجسدية. هاي الأمراض الجسدية تصيب عيونك، أذانك، معدتك، أمعائك، تصير جروح عندك، كسوك، أي أمراض من نحو هذا. أذكر الله من كل الأمراض. بس أكو أمراض وبصفة يسمونها روحية، مثل مرض الحسد. مرض الحسد، مرض الحقد. ليش الأمراض البدنية يترتب عليها ثواب من الله، يمكن يصير تكفير للذنوب، لكن مرض الحسد هذا يزيدك عذاب وغضب من الله. ابتعد واطلب من الله يعافيك من مرض الحسد. شنو مكان أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك وتآثر بعد؟ هاي الكلمات تدعو إلى الإلفة، إلى المحبة، إلى التعاون، إلى الأخلاق، إلى ربط المجتمع بعضه ببعض، إلى التماسك الأخلاقي، إلى الالتزام بالرسالة المحمدية. صلوا على محمد وآل محمد. من الأمراض الحسد، الحقد، الحدة، الحرص، الحماقة، الحيلة، الحقارة. هاي أمراض الله لا يبتليك بها. هاي الأمراض، هاي الدنيا نذلة وهي إلى الناس عمياً،
وهي إلى الأنزال أذيل أحدكم الله من النذلين. النذل ما عند مروءة ولا عند غيرة ولا عند حمية ولا عند أخلاق ولا عند نخوة ولا عند نجدة. والتفت، هذا أذل من عليها وأبخس من عليها. أعزائي الكرام، هاي الصفات اللي ذكرتها الحاءات السبعة: الحسد، الحقد، الحرص، الحدة، الحماقة، الحيلة، الحقارة. لن سبعة لن مولاي ما يقضى عليهم إلا ذكر محمد وآل محمد. وتأدية الصلاة، الصلاة تأديها بخشوع وخضوع وأخلاق. الله سبحانه وتعالى يكف عنك هاي الأمور. شوية أعطيك الأساس. يذكر الشيخ الطوسي في مصباح المتهجد، يقول: كان الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام إذا صلى توضع له سجادة عليها قطعة خضراء ويصب عليها من تراب قبر الحسين عليه السلام ويسجد عليه، ويقول: إن السجود على تراب قبر جدي الحسين يخرق الحاءات السبعة ويستبدلها بأحسن منها، يجعل مكانها العافية. يقول الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء في كتابه التربة الحسينية رحمه الله، يقول: المقصود بالحالات بالحاءات السبعة اللي تقضي عليها يقضي عليها السجود على تربة الحسين، والذي يورث الخشوع والخضوع والطاعة لله: الحسد، الحقد، الحدة، الحرص، الحرص، الحماقة، الحيلة، الحقارة، ويستبدلها بالحنان والإيمان والأخلاق وإلى آخره. فما أكو دواء لك إلا الصلاة على محمد وآل محمد. أعزائي الكرام، يقول الإمام الحسن عليه السلام: هلاك الناس في ثلاثة، هلاك الناس بثلاث أشياء: بالكبر، إذا شفت الغالب على المجتمع الكبرياء الغالب والغطرسة والفخفخة والغواية والأبهة والتجبر والطغيان غالب هو الأكثر بالمجتمع، فهذا إنذار على أنه المجتمع على شفا حفرة من الهلاك. منتبه، هذا كلام سمع من فوق منبر الحسين. اقرأ عن الحسن ابن علي، اقرأ في كتاب موسوعة اهل البيت الباطن الشريف القرشي رحمه الله حياة الامام الحسن ابن علي، اقرأ واطلع وتعلم وتفهم حتى لا
شارحة تشبع وغاي وتجي. يقول والمربوطة يحطوا لها ألف. يقول أنا شصير شائمة مربوطة يعني على بلابي طالب يكتفي من طعامه كالمربوطة والشائمة. إذا ما يفكر غير بس شلون يأكل ويشبع بطنه وشلون غرائزه وشهواته وما يفكر بغيره. هو والبهيمة بدرجة واحدة ما عرض أو كبر. والتفت هذا مو كلامي، كلام أمير المؤمنين سلام الله عليه. ويجي متروس غطرسه ومطروس كبرياء وجبروت وغواية وتقول شن فرعون نعوذ بالله وبس قدرت علي درلة أما الأقوى من عنده يمسح لأحذية يكن نسلة. لو تشوفوا شلون تبلغون للي عندهم مصلحة عنده عجيب غريب أكثر من تملق العمل نعوذ. وهذا هو الذل بعينه. ملتفت أعزائي يقول الإمام الحسن سلام الله عليه هلاك الناس في ثلاث. أول شنو؟ الكبرياء. والكبرياء فيه هلاك الدين وطرد به إبليس من الجنة. معلوم هذا؟ عندك خبر أن الله طرد إبليس من الجنة لكبريائه ولجبروته وعظمته؟ وهكذا هذا كلام شامل. لا تستعمل الكبرياء ابدا حتى على الحيوان. لا تقول والله انا انسان وهذا حيوان. لا، يمكن هذا الحيوان قريب من رب العالمين. وانت في دير بالك لا تظلم. وانا كل ما اجيب كلام يجيني مثل بس كل اللي اذكره اذا اذكر طول الكلام. على كل حال اول واحد الكبرياء، ان الكبرياء فيه هلاك الدين. اياك تتكبر يعني بنشوف قضية عامة. لا تتكبر على اولادك، لا تتكبر على اصدقائك، لا تتكبر على جيرانك، لا تتكبر على عيالك وبناتك وزوجتك وكذا وشي. صير مثل الماء المارد، مثل الريح الطيب اللي يهم يتنسموك بخير يسعدون بوجودك، ولا تكون من الظالمين نعوذ بالله. أجاركم الله ولا تستهزئ بأحد ولا تسخر بأحد. وهذا ذي المامة عظيمة من القرآن الكريم وأهل البيت سلام الله عليهم. هذا مجتمعنا أخواني، فيجب أن يرتبط بهاي الأخلاق وينشد بهاي السيرة الطيبة. ثلاثة فيهن هلاك الناس: الكبرياء، والثانية الحرص. الحرص به طرد آدم من الجنة لحرصه لبخله نعوذ بالله. البخيل محروم، والبخيل هو اللئيم، واللئيم لا نصيب له في الجنة. والثالثة اللي بيها هلاك الناس أيها الأخوة الشباب: الحسد. أعوذ بالله من الحسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الحسد، الحسد دمر سلفا كاملا وربع العالم. اخواني اعزائي شوفوا، ما كان على الارض يسكن الا اربعه:
ولد آدم. آدم وزوجته ولد اثنين، هابيل وقابيل. فقابيل قتل هابيل، فبمعنى قتله أم خليقة، كأنما قتل الناس جميعا. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، ومن أحيا نفسا كأنما أحيا الناس. بالكلمة الطيبة، بالحياة، بالصبر، بالتسامح، بالعقلية، بالتواضع، بالحلم. من هم عباد الرحمن؟ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. دول عباد الله، مو المتعبتك الحاط خنجرة بصفحة مبارة وكذا، لا، هذا من عباد الشيطان. عباد الشيطان مو من عباد الرحمن. على أي حال، فهذا قابيل ليش قتل أخوه؟ دفعه لقتل أخيه الحسد، نعوذ بالله من الحسد. يوسف ليش دفع أخوته من جوجو؟ من دوافع الحسد. ولكن شوف العاقبة، ابتعد عن الحسد واستغفر ربك وتوكل على الله واطلب من عنده أن يوفقك ويرأف بحالك. ليش قابيل حسد هابيل؟ قابيل عنده غنم وهابيل عنده زرع من الحنطة. الله أوحى إلى آدم أن قل لقابيل وهابيل أن يقربا قربانا زكاة من عملهم كد يمينهم وعرق جبينهم، وهذا مفروض تصدق به قربا إلى الله. وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وهاي السنة. فقابيل يا شباب عند زرع يزرع حنطة، وهابيل الخير الطير عند غنم. لما أخبرهما بذلك آدم عمد هابيل إلى أحسن ما يوجد في غنمه، جمع الغنم ونظر فيها فاختار أحسن ما فيها تطبيقا لما يريد الله. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. كن تنفق اللي عزيز عليك في سبيل الله، فاختار أحسن ما في الغنم فقدمه قربان. أما قابيل فاختار أردى ما في الزرع، أردى ما في الزرع من هاي الثراوة الشموس الكذا اللي ما بيها اللي يريد ما يذري
يصير شرج الهوى ياخذ سمو شرجية وكان جمع ذني وكان هالسهية هيلة وهالشق الخبافه وعظهم يتفخفخ امام فلان وفلان ويظهر بانه عظيم لكن امام الله يحتقر انه يكون امام الله ويعطي في الله يحتقر العطاء في الله اذا لك هاي الامر الشكل يستهزئ يستصغر الشكل اكو ناس الله يقص هاي القصه في كتابه الكريم في سورة المائدة واتلوا عليهم نبأ ابني آدم إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهم ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين الله قبل قربان هابيل ورفض قربان قابيل قابيل زعل ليش انت قبل قربانك وانا ما قبل قرباني قال الأمر إلى الله والله يتقبل من المتقين انت يظهر ما عندك تقول واتلوا عليهم نبأ ابني آدم إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين هذا بيخاف لا يشجد ولا يرمي الأمران ولا يتم طفل ولا يخلي فاجعة بالمجتمع لكن الفاسق المنحرف مثل قابيل نعوذ بالله على كل حال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك ليش إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء يعني ترجع بإثني وإثمك إني أريد أن تبوء بإثني وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه لأخيه فقتله فأصبح من الخاسرين لما قتل أخوه حسب الخسارة وانتابه الندم والنوم ظل حائر شلون يدفنه ما يعرف فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه فقال يا ويلتى عجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين وهذا كلام الإمام الحسن يعطي هذا المعنى يقول ثلاث موبقات فيهن هلاك الناس شنو الكافر الحرص الحسد تذكروا ولد الله تعالى
الناس للتحابب والإلفة. صلوا على محمد. فهذه النتائج من يحصل عليها؟ يحصل عليها الإنسان الذي يواشن مواشنة. وإجا آدم ولقوله هذا مقتول وذاك شارب خربة الدنيا، وقال شعرا، وأول من قال الشعر في هذا المعنى الذي ينسب إليه: تغيرت البلاد ومن عليها، ووجه الأرض مغبر قبيح، ورث ولد. فإذا للموازنة أيها الأخوة، كير ساعة أفضل من عبادة 70 سنة. يسألون أحد العلماء: شلون يعني التفكير؟ قال: مثل تفكير العباس سلام الله عليه، اللي خلد العباس وخلاه بهذا المقام وانطى هذا الحرم وهذا الحضرة وخلاه مقصد ومنشد. وتشوف كل واحد يروح أبو فاضل ينخاه، الله تعالى يستجيب لتكريم من إله، لأن العباس واشن وربح بالمواشنة. شلون؟ وذلك يوم عاشورا، لما أصبح يوم عاشورا واجتمع الجيش، جيش بني أمية بجمع من الأرض سد الفروج، فغض النجود وغيطانها، وطل الوحش إذ لم يجد مهربا، ولاشمت الطير أوكانها، وحفت بمن حيث يلقى الجمود يثني بماضيه وحدانها، وشامته اختاروا احدى اثنتين، وقد صرت الحرب اسنانها. ذاك اليوم الصبح خرج عمر بن سعد وشمر بن ذي الجوشن يتمشيان بين المعسكرين، نظر ابن سعد إلى كثرة جيشه وقلة جيش الحسين، فقال ابن سعد: يا شمر، لقد جمعنا هاي القبائل على شرذمة قليلة. أيوة صلوا. يقول عبد الأمير الفتلاوي الله يرحمه، يقول: قوم يا حيدر يا حامد خيلها، دارت على ابنك زلمها وخيلها، خيل عد خيل وزلم عد الزلم، شربة عد شربة وحزم عند الحزم، بلطف اولها التخت شام الهجر، احلامها مصولة بجهدها وحيلها، بحيلها مصولة وعلى حسين انتوت، جرت البصرة وعلى الكوفة انطوت، احتوت بلطف يا علي كلها احتوت، هاي عملة كربلاء وتفصيل، هاي عملة كربلة وكلها شوه، وشدت فجوج الفلا وريح الهوى، تعزل الـ70 كل جيمة بلوى، وكلها بـ70 الف تعزيلها، تعزلت والصيح يا سار الوليد، اليوم ياخذ من علي ديونة يزيد، دقت بدمامها وتهجم تريد، دقت بدمامها وتهجم تريد،
هجمة الكعبة بحشاش فيها هدف عباس وحده وصار الجدار وان هاشم قالوا عليه للنزال الاصحاب اتاخروا وقالوا محال النفوس احنا النذن فنين كلها اجتمعت على الحسين قال وبني وما بهم واحد من ورا الصين لو من الهنين لو من كندا لو من الشرق لو من الغرب قالوا مهرب حالها وهوشت مثل الحسين ولفها ابن مرجانه ابن مرجانه ابن زياد ابن أبيه اللي ما معروف لأب كلها قامت تصيح ورا يعيش ابن زياد وتهتف بقتل الحسين وين التاب يا حالة اي النتائج وقتل ابن بنت رسول الله ويتقربون لابن زياد ابن اركابي فضة عب ذهبا اني قتلت السيد المخذبة قتلت خير الناس اغبل وابا قال لعنك الله اذا تعرف خير الناس ليش قتلت خلا وطرده وخسره الدنيا واخره شباب أدعوكم للتمسك والالتزام والانشداد بالحسين وسيرة الحسين وأخلاق الحسين صلوا على محمد وآل محمد قال له شمر يا ابن سعد تحسن لرأيك عند الحسين أخو اسم العباس لن تكون هذه الجيوش إلا نقطة في بحر شجاعته عند أبو فاضل فطار لب بن سعد قال له ممكن مغازلته نستميله إلينا نمطين طمعه وخلي المني بالقيادة بالرئاسة قيادة الجيش وهاي القيادة تدري تهاي يكون عليها ويشروها مو بفلوس بالدم بالنواميس بالقيم بالأوطان كما موجودة نقرأ عنها بالتاريخ وبعضها عشناش على كل شلون احصل على هذا الخبر او هذا الامر من ابن زياد المهم بشكل اخر اتصلوا ابن زياد قال لهم ابن زياد هذا كتاب تسلمونه للعباس اذا صار وياكم فهو القائد العام على هذا الجيش ولاخوه ولاخوته الامان لو الاخوته امان وإجا ابن الجوشن فرحان بهالسالفة ويعتبر فتح وتوجه نحو معسكر الحسين وكان أبو الفضل بيده اللواء يتعاطى معه عزما وتضحية وواقف حد رأس الحسين ينتظر أوامره والشمر أجل وقف بإزاء المعسكر وصاح بأعلى صوته أين ابن أختنا العباس وإخوته العباس شار راسه يريد يعرف منه هذا اللي يقول أنا خال العباس وإذا خال الشمر فاستحى العباس أن يكون هذا خاله فما أجابه نادى ثانيا وثالثا الحسين قال له جاوبه لعل الرجل جاء يدعوك مما يتعلق بالحرب فتلبية لطلب الحسين اقبل ابو الفضل على ظهر جواده والغضب في عينه قال ما عندك يا ابن ذي الجوشن قال يا ابن اختي جئتك بنصيحة قال ما نصيحتك
قال إن هذا الجيش ما اجتمع إلا على قتل الحسين، وأنا لا أرضى لك هذه القتلة، وأنت قائد على هذا الجيش، ولك ولأخوتك الأمان. لما سمع العباس سلام الله عليه اضطربت أصداره، ضرب بدنه بأبي وأمي، أخذه عزم، قال ما أوقحك وأقبحك وأصلفك، تمنيني بقيادة زائفة؟ ويحك ولي ولأخوة الأمان، ولا أمان لابن رسول الله، ما خلقني الله لنصرتك، ولا خلقني الله لنصرة ابن سعد ولا لابن زياد، وإنما خلقني الله لنصرة الحسين. شوف أنت بينك وبين نفسك، شوف الله علم خالقك، النصرة آل محمد ونصرة آل أبي سفيان، نصرة بني أمية، نصرة الباطل مثلا، هاي بالمواقف تعرفها. على كل حال قال له إذا شئت الشهادة والسعادة تعال وياني، وولى شبر مغاضبا ورجع العباس. أنا أسألكم بوجدانكم وبالله عليكم، المن العاقبة الطيبة الحميدة للشبر؟ الظل ملعون على لسان الأبا يولم فاضل العباس، يقبل العشر. الله أعطى هذا المقام وأصبح باب الحوائج، وأصبح باب الحوائج ما قصده قاصد ورجع خان. يقول مرة أبو فاضل زينب كانت واقفة على باب الخيمة وشافت العباس رجع من المفاوضة، وكانت تسمع هاي المفاوضة. مر أبو فاضل وطلعت هي صاحت يا عباس يا عباس ريضنا على هولك، اجعدهم عداكم ينادونك، انا خاف انا خاف ابن خيك يفرجونه، لما انشفدوا بحاشونك انا لون لون تغير روحك لون، ولا يا عباس ريب لي على هانا يا ابوي على هانا كشعدوا بعداكم ينادونا. أنا لون تغير وحق لون، يقلى يا زينب شيت ظلي أروح الوعوف عضيد الحسين، وعيناك لو تنجل مصابي أنا رنت بشمال دون اليمين. تقول له يا ابو فاضل ارد اسولف لك، قال احد في قد حلا وقت الحديث، والله اخلاق عجيب، شعر حار، يعني لو ان عادي يجلس وقت حديث وقت حشيش، حدث يا اخوي حدث يا زين. لكن زينب تسوى لانها قرت على ابو فاضل فخر، تدري مولاي الشرف، ترى الشرف مو بالفلوس، مو
ولا بالمناصيص ولا بالشهادات منتفر الشرف وكل الشرف بالعرض بصيانة العائلة بالاهتمام بالنواميس هذا الشرف دير بالك أعزائي يقول له فلان شريف ولذا علي قال لحقيق أريد أن تخطب لي امرأة ولدت الفحول ذات عفة ونسب وحسب وشرف ديروا مالكم شباب هذا هو الشرف هنا زينب سلام الله عليها تقول له سولف لك يا ابو فاضل عودك ليش راد امك وعن طيبة نسب حرة ابونا من نشد عمك انت غايت منها ولهنا يبقى ضمك ابونا مثل هذا اليوم ضمك ذخر يا جنوب هاي الخيل هاي القوم هذا كرملة وعودك وصيتك هاي ساعة اختار وقال يا زينب شنه الخيل وتهمش خروج وصارب بيده وفن ليك حمخ يحمش وحق الحسن يا زينب وجبده وكسر الأمش لخلي جموحة الشام وخلي الرايحة بكل دار وخلي كربلة تذكار وخلي الناس جيل الجيل ما ينسون عبدته تقل انا بشار مك لا تقول مدري يا عباس يا صوان خدري سكينة تطلب الماي من عمه ما ادري عندي فد الريال أني أدعو من الله وأطلب أن لا يخرب جمعكم كون يلمه ويشده ويجعل بينكم الألفة والمحبة ويجعلكم من الأغنياء من الطيبين المخلصين تخدمون الحسين وسأل الله يحفظ هذه المنطقة وهالمحافظة وهالبلد وهالناحية وأنا هواية أتونس والله من أجي وأشكر هاي المجلس هذا ويقوم حسين الدراجي وأياد الله يحفظه والشعر وعلى الحضاس وهاي الهوسات وهي خاية تشد الوالي شوفوا ذا الهوسات حسين الدراجي وهوسات أبو عياد الله يحفظه قالت مولانا ذني أبلغ من بلاغة البليغ أبلغ من بلاغة البليغ يجي الإمام علي لقى واحد حاط له كتاب ويقرأ قال له شو تسوي بهذا الكتاب قال له دعا خالد قال له كله تقرأ هذا الدعا شو وقت تخلصه قال له ساعة ساعة ونص قال له طويلة هاي عليك ذني كلمتين احفظهن وكافي قال له شنو قال له قل الحمد لله على كل نعمة وأسأل الله من كل خير وأعوذ بالله من كل شر وأستغفر الله من كل ذنب أربع أجلف فيهن كل المعنى هذا أبلغ من بلاغة البليغ يا أبوي أو تدري راح أقرأ لك الأبيات ذني وأسألك الدعاء لما قعد الحسين يم أبو فاضل وشاف جفوفه مقطعة وكذا يقول له ونها 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 يا حماي الله عن جفوفك يا حام الله ونها يا أبوي جنت عامر يا اخويا بيك والله جنت عامر يا اخويا بيك وانا ولا يا وين شلون ونحسين
انا عد عباس ودموع جرية والله عد عباس ودموع جرية العباس يشوف الحسين منكسر متأذي لين وعرض على خاصرته وتلوى يمه وقال له الآن انكسر ظهري وقلت حيلتي وشمت بيعدي يقول له يا حسين يا تاج المعالي اسمع يا ابو اليمه يا غالي انا ما ابني يمين ولا شمالي ولا سهم عين على بالي ولا ضجر العبد مر بخيالي لجل الهضو اول وتالي زينب تظل من غير وان والله زينب تظل من غير وان انا كل صوت يظلم من اخيت ايك انا كل صوت يظلم من اخيت نسألك اللهم وندعوك يا الله بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء توجه إلى الله أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء اللهم شافي كل مريض وفرج عن كل مكروه ونفس عن كل مهموم اللهم وحد كلمة المسلمين وانصرهم على الكافرين اكو غزو فكري غزو اريد الله يطلعنا منه ان شاء الله وينجينا غزو غزو قمار غزو مخدرات غزو افكار غزو شر نعوذ بالله غزو استعمار اتوجهوا الى الله وطلبوا من الله فالوفى الصغير يوقر الكبير والكبير يرحم الصغير وتراحموا وتعاونوا وتمسكوا بأهل البيت اللهم اجعل المحبة بين العراقيين والألفة وهي ناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر حتى يقودوا هذا البلد إلى مرفأ السلامة والسعادة اللهم كل حاقد وكل حاسد وكل طماع يريد ياكل ويحرم الاخرين اللهم اجعلها غصة في ملعومة واكفنا شره بحق محمد وآل محمد اذا ما في مجال للهداية اخوان الحاضرين والسامعين والمؤسسين والقائمين بهذه الخدمة اللهم احفظهم وبارك بهم بمحمد وآل محمد وانا اريد منكم تدعوني على حساب العباس حتى صوتي يصير زين قال انا اعلم فاضل جزاكم الله خير والى من مات على الايمان الفاتحه قبل الصلوات.